الولادة القيصرية ساعدت كثير من الأمهات على تخطي مشاكل الولادة الطبيعية، وبعض السيدات بتفضل الولادة القيصرية عن الولادة الطبيعية. فتعالوا مع بعض من خلال هذا الفيديو نتعرف على متى تتم الولادة القيصرية في الشهر التاسع، وكيف تتم هذه العملية. فخليكم معانا لنهاية الفيديو، ولو انتم بتشوفونا اول مرة شرفونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم ما هو جديد. متى تكون الولادة القيصرية في الشهر التاسع؟ الضرورة الطبية هي فقط اللي بتحدد الولادة القيصرية في بداية الشهر التاسع. طب اذا لم تكن هناك ضرورة طبية للولادة القيصرية في بداية الشهر التاسع، وانتي مفيش اي مشاكل طبية عندك، فيفضل ان الجنين يقضي او ينهي الاسبوع 39 داخل الرحم. اليوم اللي بيقضيه الجنين داخل الرحم بيكون فارق معاه فرق كبير جدا بعد الولادة، وبيحميه من المخاطر الصحية اللي ممكن يتعرض بيها الاطفال اللي هما بيتولدوا في بداية الشهر التاسع. يبقى بعد الاسبوع 39 بتتم الولادة القيصرية ان لم يكن هناك ضرورة طبية. تعرفنا على موعد الولادة، تعالوا مع بعض نشوف كيف تتم الولادة القيصرية. بيتم تجهيز الحالة عن تركيب الكانيولا وإعطاء حقنة الظهر اللي هي حقنة البنج النصفي، وبيتركب معها قسطرة بولية لتفريغ المثانة من البول. بعد كده بيبدأ الطبيب يقوم بفتح البطن عن طريق فتح لطبقة الجلد، ثم بعد ذلك فتح لجدار الرحم من الداخل للطبقة الداخلة من الجلد. بعدها بيقوم بإخراج الجنين. بعد إخراج الجنين يقوم بقص الحبل السري وإخراج المشيمة، ثم يقوم بغلق الجرح مرة أخرى عن طريق